المستبعدين، الكاف والحكام وكأس بنشرب منه كل سنة. عندنا أخطاء فنية، عندنا أكيد مفيش نادي بيخلو من الأخطاء الفنية، مفيش مدرب ما عندوش أخطاء فنية هنتكلم فيها، لكن في ظل ما أنت عندك أخطاء فنية عندك كمان عوامل خارجية بتدوس عليك قوي 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 كمان، وبيضغطوك قوي قوي، بيطلعوا يعني كل حاجة جميلة فيهم عشان يخرجوك خروج مع الظروف اللي انت فيها. لكن بكاري جسامة عليه علامات استفهام كتيرة جدا جدا في اللقاء اللي فات، حاجة بصراحة قدم التحكيم في أبشع صوره مع النادي الأهلي وصن داونز، كان ناقص بس يطلع لنا لسان وهو بيحكم. طرح تذاكر الأمم الأفريقية